خلص بعدين هلا صاحبتي بتعصب. هاي كيفك؟ الحمد لله. تعي شفتي شو شفتي فستان هالاخضر مقرفه؟ لا لبستي لي الخاتم فاملي. عن جد مش عارفه من امتى بلبقه. ايش بدك؟ تعالي اجلي. ما بدي. اوف انا شغاله عندك سريلانكيه كل شوي تعي اجلي وتعي امسحي وتعي كنسي. لسه كملتي. خلص انت الثانيه شو دخلك؟ شوفي بس كندرتها. لا بس هي حلوه بس مع الفستان ابدا مش حلوه. وتسريحتها إن حد تقول لي تاج أكبر من راسها. مشكلة حبيبتي، الواحد بتعمل الأضواج بس ما رجعت فيهاش. حاضر ماما، أتمنى إنكم ما تزعلوا.